واتمنى من كل شخص يشاهد هذا المقطع يكتب لنا كومنت حلو بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويشارك لنا هذا المقطع، وربي يرزق الجميع من اوسع ابوابه باذن الله الواحد الاحد. السلام عليكم. اليوم يصادف يوم الخميس 5/9/2024. هذا الفحل باستيل طبعا كلش فاتح، الله شاهد، والتصوير هنا غادرة، وهاي الطيرة تبارك الرحمن قطعة كلش نادرة ولله الحمد. هذا انتاجهم تاريخ اليوم، هذاك البينيو الصغير اللي تشوفوه، ولابات لي قطعتين باستيلات مثل ما تشوفون. والقطع كان ذني طالعات لي يمكن اظن واحد نفس الفحل، واحد نفس ابوه والثانية نفس الطيرة تبارك الرحمن، ورب يرزق الجميع من اوسع ابوابه